أشهرها شائعات انفصالها عن منى زكي أزمات في حياة أحمد حلمي. تعرف على تفاصيل مرض أحمد حلمي وكيف تعامل معها النجمة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب أحمد حلمي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد حلمي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أشهرها شائعات انفصالها عن منى زكي أزمات في حياة أحمد حلمي. تعرض الفنان أحمد حلمي خلال السنوات الماضية للعديد من الأزمات، منها صحية وأخرى فنية، وأيضا طاردته الكثير من الشائعات، إذ أصيب الفنان أحمد حلمي بمرض السرطان في العمود الفقري، وأثارت هذه الأخبار حزنا شديدا لدى متابعيه، ونجح في النهاية وتغلب على المرض وشفي منه تماما، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة أحمد حلمي بمرض السرطان مرة ثانية، وطمأن الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: لا تصدق الشائعات، انتشر خبر أنني مريض، هذا خبر غير صحيح. وتابع أحمد حلمي: أنا الحمد لله لست مريضا، وأشكر كل الناس الذين اتصلوا بي ليطمئنوا علي. واستمرت الأزمات تلاحق حلمي، حيث أثار فيلم خيال مات أزمة في بعض دور السينما المصرية، إذ أبدى الجمهور استياءه بسبب ذهابهم لبعض دور السينمائية وفوجئوا بأن الفيلم لا يعرض بها، ومنها سينما نايل سيتي بكورنيش النيل، وسينما مول العرب في أكتوبر، ودور السينما في منطقة التجمع. كما ضبطت جمارك مطار القاهرة أيضا على مخرج فيلم خيال مات بسبب محاولته تهريب كمية من المواد المخدرة قادما من أمستردام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة. وتعرض فيلم خيال مات للقرصنة، ثم تسريب الفيلم بجودة عالية على العديد من المواقع الإلكترونية، مما اضطر بمنافسته في شبكة التذاكر بدور السينما المصرية. وظلت الأزمات تلاحق الفيلم، حيث اتهمت كاتبة تدعى منال النجمة منى زكي بسرقة فكرة الفيلم وإعطائها لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت أنها التقت بمنى زكي منذ عدة أعوام وعرضت عليها السيناريو ولكنها لم ترد وقتها، لتفاجئ بأن نفس الفكرة مأخوذة منها ويقدمها حلمي من خلال فيلمه الجديد. كما هاجم عدد من مشاهدين الفيلم ووصفوه بالضعيف والقصة الغير ممتعة. وتعرض الفنان أحمد حلمي ومنى زكي للكثير من الإشاعات حول انفصالهما، ورد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: على الرغم من أن هذا الخبر أصبح معروفا للجميع أنه شيع ليس إلا، لكنها تتسبب لنا في ضيق شديد. وأضاف حلمي: المسألة لم تعد مسألة زواج وطلاق، الموضوع أبعد من هذا الحد، لأن هناك بعض الأشخاص وبعض وسائل الإعلام الصفراء استباحت حياة الفنان الشخصية. وأكد حلمي أن الجمهور المصري والدول العربية جمهور واع يستطيع أن يفرق بين الخبر الكاذب والصحيح. وجه حلمي الشكر لجمهوره: إلى جمهور الحبيب في كل البلاد العربية، أتوجه لكم بخالص الشكر على دعمكم لي على مدى سنوات السابقة، لأن الفنان دون تأييد جمهوره ومحبته لا يمكن أن يحقق أي شيء من النجاح، وأكون في قمة سعادتي عند طرح أي فيلم بالأسواق وأشاهد مدى إقبال الجمهور علي، فتنتابني حالة من السعادة لا يمكن وصفها، لهذا أنا مدين لك محبي أحمد حلمي بما حققته من نجاح. ويشار إلى أن أحمد حلمي يصور حاليا فيلمه السينمائي الجديد العيل، وتدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون ويجري مقابلات مع المساجين، وتتطور الأحداث بعد ذلك في إطار كوميدي. تعرف على تفاصيل مرض أحمد حلمي وكيف تعامل معها النجم. فوجئ الجمهور قبل سنوات بأن الفنان أحمد حلمي أصيب بمرض خطير، تعرفوا معنا على التفاصيل. سافر أحمد حلمي وزوجته منى زكي قبل سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقد البعض أنهما سافرا لتضع منى ابنها الثاني هناك، ولكن كانت حقيقة الأمر التي أعلنها حلمي أنه كان هناك لتلقي العلاج إثر إصابته بورم في الظهر. وفي تصريحات بعد الشفاء كشف حلمي أنه فوجئ بوجود ورم سرطاني في العمود الفقري، ولكن بعد شهور من العلاج شفي من المرض، خاصة أنه اكتشفه مبكرا مما ساهم في سرعة العلاج. وانتشرت أنباء مؤخرا عن إصابة أحمد حلمي بالسرطان وخضوعه لعملية جراحية، ولكنه خرج عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي وقال حلمي لجمهوره: إن عليهم ألا يصدقوا هذه الشائعات. وجه الشكر إلى كل من حاول يطمئن على صحته. وأحمد حلمي ممثل مصري شهير، ولد في 18 من نوفمبر عام 1969 في مدينة بنها بمصر، وبدأ حياته المهنية عام 1993
من خلال تقديم برنامج عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية، واكتشفه المخرج شريف عرفة وعجب بمهاراته واسلوبه الكوميدي. وبعد دوره في فيلم عبود على الحدود أصبح معروفا كممثل كوميدي وجذب انتباه الجمهور وحقق نجاحا كبيرا في مسيرته من خلال أدوار أفلام مثل عمر 2000 والناظر والسلم والثعبان في عام 2000. وتمكن حلمي من أن يضع اسمه وسط كبار نجوم ومشاهير الوطن العربي، وهو أيضا سفير برنامج الأمم المتحدة بعنوان الغذاء من أجل التعليم. تولت بعدها أدوار أحمد حلمي السينمائية، فمثل في 3 أفلام في عام 2000 وهي لي خلتني أحبك، عمر 2000 والناظر، لحقها ب3 أفلام أخرى في عام 2001 وهي رحلة حب والسلم والثعبان و55 إسعاف. وفي عام 2002 تزوج أحمد حلمي من الفنانة منى زكي في حفل أسطوري حضره نجوم الفن في مصر. وفي عام 2003 كان عمل حافلا لأحمد حلمي حيث رزقا بمولدتهما الأولى ليليا التي أدخلت البهجة لقلبيهما، كما ظهرا معا في نفس العام كضيفي شرف في فيلم عادل إمام التجربة الدنماركية، ثم ظهرا معا مرة أخرى في فيلم سهر الليالي، فتشارك البطولة مع حنان ترك وشريف منير وخالد أبو النجا وفتحي عبد الوهاب ليحققوا جميعا نجاحا تحدث عنه نقاد السينما لسنوات. فكان فيلم سهر الليالي من أنجح الأفلام المصرية الحديثة، وحصل أحمد حلمي على جائزة في مهرجان دمشق السينمائي عن دوره فيه. ولم ينتهي صيف عام 2003 قبل أن يقوم أحمد حلمي بأول دور بطولة مطلقة له في الفيلم الكوميدي ميدو مشاكل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أدت في هذا الفيلم أول دور تمثيلي لها. وكان هذا الفيلم هو انطلاقة البطولات لأحمد حلمي، حيث لم يقبل بعدها إلا أدوار البطولة المطلقة. فأدى دور البطولة في فيلم صايع بحر في عام 2004، ثم تألق في فيلم زكي شان مع ياسمين عبد العزيز في عام 2005 ليترك بصمة في عالم الكوميديا السينمائية، ويتحول بعدها إلى نجم شباك تتحدث عنه الصحف وينتظره الجمهور ويترقبه النقاد. أحمد فهمي: المرض غيرني وهذا سبب الخلاف مع أحمد حلمي. أكد الفنان المصري أحمد فهمي أنه ما زال يعاني من أثر الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ عدة سنوات. وقال فهمي خلال حلوله ضيفا في برنامج حبر سرية تقديم أسماء إبراهيم والذي يبث على قناة القاهر والناس: المرض غير نظرتي للحياة، لا أخاف الموت لأنه حقيقة، لكن أكره المرض لأنه يجعل الإنسان ضعيفا. وكشف أحمد فهمي عن التغير الذي طرأ على شخصيته بعد محنة المرض قائلا: والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض الفنان أحمد حلمي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.